كان بالنسبة إلي شخصيا أكثر من أخ، بحكم أنه عرفته وأنا صغير ودخلت في السياسة وهو كان يؤطر الشباب، وفي نفس الوقت فكما تعلمون فهو زوج خالتي، زوج بنت علا الفاسي رحمه الله، وبالتالي فالعلاقات التي تربطني بالأخ محمد الوفا فهي علاقة عائلية، علاقة ديال الأخوة الكبرى، وعلاقة الدفاع عن القضايا الوطن في إطار حزب الاستقلال. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.